بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى بركة الله افتتاح الدورة 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الأمين العام لجامعة الدول العربية. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أرحب بكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وأنا أرحب بضيف القمة فخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا، ونأمل أن تتكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح. كما يسرني أن أشكر فخامة الرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون على الجهود المبذولة خلال ترأس بلاده للدورة السابقة، ونشكر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية وجميع العاملين فيها على ما بذلوه من جهود لخدمة العمل العربي المشترك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، نؤكد لدول الجوار والأصدقاء في الغرب والشرق أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء بما يحقق مصالح شعوبنا ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا ميدان للصراعات. ويكفينا طي صفحة الماضي، تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية. وهما يسرنا اليوم حضور فخامة الرئيس بشار الأسد لهذه القمة، وصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، ونأمل أن يسهم ذلك في دعم استقرار سوريا وعودة الأمور لطبيعتها واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي بما يحقق الخير لشعبها وبما يدعم تطلعاتنا جميعا نحو مستقبل أفضل لمنطقتنا. الحضور الكرام، إن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسات المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة وتتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي الفلسطينية بحدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. إن أشقاءكم في المملكة العربية السعودية يكرسون جهودهم في دعم القضايا العربية، كما نعمل على مساعدة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية. وفيما يخص السودان، نأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفظ على وحدة السودان وأمن شعبه ومقدراته. وفي هذا الصدد، فإن المملكة العربية السعودية ترحب بتوقيع طرفي النزاع على إعلان جدة الالتزام بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني، ونأمل التركيز خلال هذه المحادثات على وقف فعال لإطلاق النار. تواصل المملكة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي بذل الجهود الإنسانية وتفعيل قنوات الإغاثة للشعب السوداني الشقيق، ويطيب لنا أن ننتهز هذه الفرصة بوجود فخامة الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا ومشاركة هذه القمة لنجدد تأكيد موقف المملكة الداعم لكل ما يسهم في خفض حدة الأزمة في أوكرانيا وعدم تدهور الأوضاع الإنسانية، واستعداد المملكة للاستمرار في بذل الجهود الوساطة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، ودعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة سياسيا بما يسهم في تحقيق الأمن والسلم. الحضور الكرام، إن وطننا العربي يملك من المقومات الحضرية والثقافية والموارد البشرية والطبيعية ما يؤهل لتبوؤ مكانة متقدمة وقيادية وتحقيق نهضة شاملة لدولنا في جميع المجالات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.